الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس القفاز وخلعهما؟ وهل المرأة التي تخرج يدها تعتبر غير ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ وما هو الحجاب الشرعي الكامل؟ وقد أرسلت لنا صورة فيها امرأة قد أظهرت جزءا من يدها بعد الكف، تقول هل هذا من العورة؟ وهل هذا يعتبر من التبرج؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. المرأة لها عورتان: عورة باعتبار الصلاة في عدم حضور أحد من الأجانب في مكان صلاتها، وعورة باعتبار نظر الرجال الأجانب لها، وعورة باعتبار نظر الرجال المحارم لها. أما العورة بالنسبة للصلاة فإن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فلا ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها وهي تصلي، فكشف المرأة لوجهها في الصلاة من جملة تطبيقها لشرع الله عز وجل، ولكن هذا مشروط فيما إذا لم يكن في مكانها الذي تصلي فيه أحد من الرجال الأجانب، وكذلك لو بدا شيء من قدميها في عورة الصلاة لا يضر ذلك، وإذا بدا شيء من كفيها أيضا في أصح قولي أهل العلم إنه لا يضر ذلك. وأما العورة الشديدة المغلظة فهي العورة في باب نظر الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة في باب نظر الأجانب أن تبدي من جسدها ولو شعرة واحدة، فلا يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا من المرأة لا يدا ولا ساعدا ولا أصابع ولا رجلا ولا ساقا، ولا يجوز للمرأة أن تتبذل باللباس الضيق المتفتح من هاهنا وهاهنا أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز للرجل أن ينظر من المرأة ولا ظفرا، لأن الله عز وجل أمر المرأة أن تخفي زينتها، واليد وإن كانت من الزينة إلا أنها من الزينة المتصلة بالمرأة وليست من الزينة المنفصلة، والزينة المنفصلة كالثياب ونحوها، فالله عز وجل لما قال: ولا يبدين زينتهن، إنما هو أمر بإخفاء الزينة المنفصلة، ولا يقصد الله عز وجل الزينة المتصلة، لأن لفظ الزينة في القرآن لا يطلق على الزينة المتصلة بالإنسان كزينة وجهه وجمال يديه ورجليه وجمال قامته ورشاقة جسده، هذا لا يعرف في الأدلة أنه يسمى زينة، وإنما الزينة على حسب استقراء القرآن إنما يقصد بها الزينة الظاهرة، ففي قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن، أي كأنه قال يجب عليهن ستر ثيابهن، أي الزينة المنفصلة، فإذا كانت المرأة مأمورة في حال حضور الرجال الأجانب وفي باب عورة النظر ألا تبدي زينة ثيابها، أفيجوز لها أن تبدي شيئا من الزينة المتصلة بجسدها؟ الجواب: بالطبع لا، من باب أولى، ولكن غلبة الشهوات على كثير من النساء هي التي تعمي قلبها وتصم أذنها عن مثل هذا الكلام الواضح الظاهر، فقول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من ثيابها بسبب الريح التي لا تستطيع أن تقاومها، فإذا انكشف شيء من زينتها المنفصلة كالثياب بغير قصد منها هي، فإن هذا بدو للزينة غير مؤاخذة فيه، ولذلك لم ينسب الله الإظهار لها، فالله لم يقل إلا ما أظهرن منها، وإنما قال إلا ما ظهر، وفرق في اللغة العربية بين ظهر وأظهر،
فإذا كانت المرأة قد قصدت أن تظهر يدها فلا نقول قد ظهرت يدها، وإنما نقول أظهرت يدها، والله عز وجل قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرنا. فلا يجوز للرجل أن ينظر من عورة المرأة الأجنبية شيئا، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من أن ينظر إلى شيء من زينة جسدها المتصلة، من زينة جسدها المنفصلة فضلا عن جمالها المتصل بها. فلا يجوز للمرأة أن تبدي يدا ولا حاجبا ولا وجنة ولا شعرا، ولا أن تلبس حجابا ضيقا مخصرا، ولا عباءة على الكتف، ولا حجابا مزركشا مزينا بالورود والرسومات والكتابات، فإن هذا كله من الأمور التي أدين الله عز وجل بقولي إنها حرام، ولا أجد في نفسي شكا في تحريم هذه الأمور، لأن الأصل في حجاب المرأة أن يكون ساترا للزينة المنفصلة والجمال المتصل، فكيف يكون هو في ذاته زينة يحتاج إلى عباءة أخرى حتى تسترى هذا الجمال الذي وضع فيه؟ ولا نظن أن الغرب يطلب لنسائنا الستر، هذه عباءة إيطالية وعباءة فرنسية، ومتى كان الغرب يدعو إلى الطهر حتى يحيك تلك العباءات على الضوابط الشرعية؟ فاتقوا الله يا معاشر النساء في هذا الحجاب، فإن إخلال المرأة بحجابها سبب من أسباب تعذيبها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وسببا لحرمانها من دخولها الجنة. فعلي المرأة أن تحترم دينها وأن تعظم أمر ربها في حجابها خاصة، فلا يجوز أن تبدي شيئا من جسدها في عورة النظر، أي في نظر الرجال الأجانب. وأما العورة المتوسطة فهي عورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، فهؤلاء يجوز لهم أن ينظروا من المرأة ما يظهر منها غالبا كقدميها ويديها ووجهها وشعرها ورقبتها، هذه تظهر غالبا. وأما العورة بالنسبة للزوج فلا عورة بين الزوجين، فيجوز للمرأة أن تنظر كل مواضع أجزاء جسد زوجها، كما أنه يجوز للزوج أن ينظر كل مواضع أجزاء جسد زوجته. فإذا صارت إذا خلاصة هذه الفتية أن عورة المرأة في الصلاة إنما هي أن عورة المرأة أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. والأمر الثاني أن المرأة تعتبر عورة بجميع أجزاء جسدها في باب نظر الأجانب. والأمر الثالث أن المحارم يجوز لهم أن يروا من المرأة ما يظهر منها غالبا. المرأة النقطة الرابعة أنه لا عورة بين الزوجين مطلقا، والله أعلم.